السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. المالية تباشر بتمويل رواتب الموظفين ومنتسبي القوات الأمنية للشهر الجاري. أعلنت وزارة المالية عن المباشرة بتمويل رواتب الموظفين ومنتسبي القوات الأمنية لشهر تموز يوليو الجاري، وقالت الوزارة في بيان أن دائرة المحاسبة باشرت بإجراءات تمويل رواتب موظفي الدولة ومنتسبي القوات الأمنية لشهر تموز يوليو الجاري. دعت وحدات الإنفاق في الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة إلى إرسال مخوليهم لاستكمال متطلبات تمويل رواتب موظفيهم ومنتسبيهم مع مراعاة الالتزام بجدول التمويل الشهري المعتمد منها واستيفاء متطلبات التمويل المطلوبة كافة. المالية النيابية تعديل سلم الرواتب شأن حكومي لا يحتاج إرساله للبرلمان. أكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب معين الكاظمي أن تعديل سلم الرواتب بين موظفي الدولة حق مشروع يحقق العدالة والمساواة بين كافة شريحة موظفي الدولة، مشيرا إلى أن تعديله شأن حكومي لا يحتاج إلى البرلمان. قال أن قانون سلم الرواتب أنجز في عام 2008 وقد مضى عليه سنوات طويلة ولا يحتاج إلى حكومة إلى مراجعته وتعديله، وأضاف أن تعديلات جداول الموازنة لعام 2024 لم تتضمن تعديل سلم الرواتب، وإذ كانت هناك جدية لدى الحكومة في تعديل السلم يجب أن تتضمن في جداول موازنة 2025، وهذا هو شأن حكومي لا يحتاج إرساله للبرلمان. العجز وعدم الرغبة يعطلان سلم الرواتب. يبدو أن شمس تموز لم تمنح المطالبين بسلم الرواتب مرادهم، فعلى الرغم من الوعود والتضامن الذي أبداه البرلمان، يؤكد خبراء الاقتصاد والقانون أن عدم وجود الرغبة الحكومية وعجز الموازنة ما زال يخيم على هذا الملف، وفيما أشاروا إلى أن العديد من الفئات مستفيدة من هذا الوضع، حذروا أن عدم حل القضية سيترك تصدع اجتماعي وليس اقتصادي فحسب، وتحت درجة حرارة مرتفعة خرج الآلاف من الموظفين تظاهرة حاشدة متوجهين إلى المنطقة الخضراء المحصنة في وسط بغداد مطالبين بتعديل سلم الرواتب في ظل ارتفاع نسبة التضخم السنوي في البلاد. ويقول الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي أن تعديل سلم الرواتب ممكن لو توفرت الإرادة، لكن حتى الآن يبدو أن الحكومة لا ترغب بهذا التعديل لأنه يتطلب تعديل 34 قانون. هناك فئات من الموظفين مستفيدة من الوضع الحالي، ويضيف أن إعادة التوازن في سلم الرواتب من مسؤولية الحكومة، فالفجوة كبيرة اليوم بين أعلى الرواتب وأدناها قد تصل إلى أضعاف مضاعفة، وهذا أمر غير منطقي وغير مقبول، لافتا إلى إعادة التوازن، ويمكن من خلال رفع مرتبات بعض الفئات الدنيا وتقليص مخصصات الدرجات الخاصة، وهذا هو الحل المنطقي. أما إضافة مبالغ جديدة للموازنة فهذا الأمر مستبعد لأنه يتطلب إضافة 11 تريليون دولار، وهذا خارج قدرة الدولة. وحول طبيعة التفاوت، لم ينس الخبير الاقتصادي أن هناك اختلاف في طبيعة جهد الموظفين، فبعض الفئات الفنية التي تعمل في الحقول النفطية وقطاع الكهرباء تتحمل مخاطر كبيرة، لذا يجب أن تكون مخصصاتها أعلى. لكن هناك فئات من الموظفين يمتهنون الوظائف نفسها ويتقاضون رواتب متفاوتة، وهذا الموضوع يولد إحباط لدى الموظفين. ويعتقد أن إعادة التوازن في المرتبات مهم جدا، ليس على الوضع الاقتصادي فحسب، فالوضع الاجتماعي متصدع أيضا، لأن هناك 4 مليون موظف أغلبهم لا يشعر بالعدالة، لذا يجب أن يحظى الموضوع باهتمام أكبر، وأن تتجنب الحكومة والبرلمان استغلال هذا الملف بالوعود والدعاية لأغراض سياسية وانتخابية. وكشف عدد من النواب عن التحرك لإقرار سلم الرواتب، مبينين أنه سيتم اتخاذ خطوات أخرى تجاه هذا القانون. إذ أكد النائب رائد المالكي مشروع القانون سحب من قبل الحكومة ومجلس الوزراء ولم يتم إرجاعه رغم المطالبات المتكررة من قبل النواب. وعقب ذلك أفاد النائب أمير المعموري بأن الكثير من الدوائر والوزارات تعتبر بيئة طاردة بسبب عدم العدالة الاجتماعية حول سلم الرواتب، مضيفا أن من واجبنا هو حقوق الكثير من الموظفين حيث نعمل وفق الدستور والقوانين، تكون هناك خطوات أخرى بخصوص سلم الرواتب كي تكون الصورة واضحة أمام الموظفين بالدوائر الحكومية. يشار إلى أن سلم الرواتب الجديد يتضمن تخفيض للمخصصات المرتفعة في بعض الوزارات والشركات، وحسب ما أوضح رئيس اللجنة المالية النيابية السابق هيثم الجبوري أن هناك توجه لتحديد الراتب الأعلى في الدولة، وأن لا يزيد الراتب الإسمي للحد الأعلى عن 4 أضعاف الراتب الأدنى من أجل تقليل الفوارق. من جهته يذكر الباحث في الشأن الاقتصادي همام الشماع أن خيار تعديل الرواتب غير ممكن بحسب أرقام الموازنة المعلنة، لأن عجز كبير والنفقات هائلة، وهناك انعدام للعدالة في توزيع الموارد على الشعب. فعلى سبيل المثال أن تخصيصات الدوائر والتشكيلات تابعة لمجلس الوزراء تصل إلى نصف تريليون، وتدخل فيها رواتب الحشد الشعبي والمخابرات والأمن الوطني. ويضيف أن مطالب الناس بسلم رواتب جديد مشروعة بسبب سوء التوزيع، لكنها غير متاحة بسبب الوضع الاقتصادي العام
الذي لا يساعد على زيادة النفقات الجارية. في العراق معتمد كليا على الإيرادات النفطية، أي زيادة من النفقات تؤدي إلى زيادة في عجز الموازنة. كما من الخطأ تحميل الأجيال القادمة قروضا وديونا كبيرة، ويميل إلى فكرة إعادة توزيع الدخل وليس إعادة النظر في سلم الرواتب. يجب أن تكون هناك شفافية، ويجب أن تعلن أعداد منتسبي الأمن والمخابرات والحشد ومنتسبي الرئاسات حتى يتم وضع خطط لتقسيم الموارد بشكل عادل. كان مصدر مسؤول في رئاسة الوزراء كشف العام الماضي عدم وجود نية حقيقية لتطبيق سلم الرواتب الجديد وإقراره من قبل مجلس الوزراء، كون هذا السلم يحتاج إلى تخصيصات كبيرة جدا والحكومة لا تستطيع توفيرها في الوقت الحاضر، فيتجاوز 15 تريليون دينار أي نحو 11 مليار دولار. كذلك يؤكد الخبير القانوني عقيل عوكي أن العديد من القوانين التي عرضت على مجلس النواب جرى رفضها بسبب احتوائها على جنبة مالية وفقا للسياسة المالية الأخيرة للحكومة وبسبب العجز الذي تدعيه. ويضيف أن وجود قوانين خاصة تعرقل إقرار سلم الرواتب هي شماعة تستخدمها الحكومة لعدم تمرير هذا القانون، فمن الممكن تعديل القوانين بطريقة أو أخرى. كانت هناك رغبة في الوصول إلى نتائج مرضية للأطراف المعنية، ويشير أن موضوع سلم الرواتب أخذ صدى كبير وحيز واسع في الإعلام ولفترة طويلة، لكنه لن يرى النور بسبب العجز المالي وعدم وجود تخصيصات مالية للتعديل المنشور لسلم الرواتب. وكان النائب المستقل باسم خشان أكد في وقت سابق عدم وجود أي شيء حقيقي ما يخص تعديل سلم الرواتب، باصفا ما يجري من حديث بهذا الخصوص هو تصريحات وعود فقط، لكن لا وجود لإجراء حكومي حقيقي بهذا الشأن.